السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا. ممكن اتكلم استاذه سماح؟ طبعا اتفضلي. استاذه سماح، ازي حضرتك؟ ازيك يا فندم؟ انا حلمت خير، يعني ان انا كنت انا وابني وجايه رياح جامده جدا، جامده قوي لدرجه ان الرياح دي جايه زي ما اكون بغضب في وش الناس كده، وتروح نفخه في وش الناس كده، والجو اتغير خالص طبعا. وانا ماسكه ابني وعماله اقول الله اكبر الله اكبر، مش عارفه ايه، استغفر الله العظيم، وعماله استغفر ربنا في الحلم. وجت واحده لابسه اسمر، راحت زي جامع كده عشان يعني توعظ الناس وتقول لهم استغفروا ربنا في قلب المسجد. بس الرياح بطريقه غريبه جدا، يعني زي ما اكون غضب حاجه زي كده يعني. وفي وسط ما انا بستغفر وبحمد ربنا كده، ويعني جسمي اشعر طبعا من المنظر، فلقيت صوت من السماء وينادي، يعني صوت قوي جدا بيقول الآية اللي هي استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، اللي هي الآية دي يعني، بس إيه، بصوت قوي جدا. طبعا أنا خدت بعضي ومشيت، أنا وكان في طبعا رجالة بتحاول تروح المسجد بحيث توعي الناس وتقول لهم استغفروا ربنا وكده يعني. فأنا رحت المسجد معاهم، وكان نفسي مثلا إني أمسك الميكروفون برضو، بس قلت لا مش هينفع إن أنا هقول، يعني هقول في الميكروفون وكده يعني. بس الناس بقى يعني واحد ورا واحد عمال يقول للناس استغفروا ربكم استغفروا ربكم، لحد لما المطره نزلت. فجيت انا وجوزي جايين من المسجد وبحكي له اللي حصل، بس مشينا في الطينه بقى، يعني المطره نزلت خلاص ومشينا في الطينه. فانا ماشيه انا وهو بقى بقول له المنظر وبحكي له على اللي حصل كله وكده، فراح قايل لي طيب معلش الخط قطع، اوكي اتفضلي. وصلت. اولا في مشاكل بينها وبين جوزها، المشاكل بتاعتهم زادت، بس هي شخصية حمادة، هي بتحمد ربنا في السراء والضراء، بتحمد ربنا، هي حد صبور قوي يعني، اتحملت كتير وبتصبر ولسه بتصبر، والظلم واقع عليها مش بس من زوجها، من ناس حواليها كتير. اوكي. بتحاول قد ما تقدر ان هي تبعد ده عن ابنها، او يعني تحافظ على نفسية ابنها، تكمل حياتها عشان خاطر ابنها. تمام. على قد ما هي صبورة على قد ما ربنا هيرضيها ان شاء الله، بإذن الله، ان الله شاء اعلى الله واعلم. ان شاء الله. الآية اللي جت لها، سوري، الآية اللي جت لها في المنام دي ورد، ورد يومي ليها. يعني الآية دي لازم تقرأها. تقرأها يوميا. تمام. فيها فك كرب ليها كتير ان ان شاء شاء الله. الله، يعني دي زي رسالة من عند ربنا ان هي كل الآيات القرآنية كده. رسالة على طول طبعا، ما ينفعش تيجي من الشيطان. الآيات القرآنية زي ما بتشوفيها في المنام بتقومي عليها على طول، يعني المفروض ان اللي يشوف مثلا سورة قرآنية في المنام يقوم يقراها. سبحان الله. تمام. هي فيها خلاصه في الفترة دي، لو هو في كرب فربنا بيفك الكرب بالآية دي. بتفرق اذا كانت آية رحمة او آية عذاب، لو شاف آية رحمة يبقى هو كده طريقه سليم وهو ماشي في سكة صح ويكمل زي ما هو. تمام. لو شاف ان دي رؤية، سوري، ان هي آيات عذاب، يبقى يراجع نفسه ويشوف هو بيعمل ايه غلط، عشان كده ربنا بعت له الرسالة دي. تمام. والله أعلم.